تراجمة مفتوحة أولاً، وبتبحث بشأن يعني فقط اللي بحس ببلده أولاً، بحس بوطنه، بحس بثقافته، ملتزم فيه. أنا شايف القعدة اليوم هذا، أنا حقيقةً يعني منزعج مبسوط بوجودكم أولاً، منزعج من عدم الاهتمام، يعني أصحاب الدعوة وأصحاب الاقتراح مش موجودين بيناتنا. أصحاب الدعوة وأصحاب الاقتراح واللي جابوا لنا المادة وجابوا الشباب وطرحوا الموضوع هذا مش موجودين. أهلا وسهلا فيكم. الموضوع يعني موضوع الاقتراء، موضوع هل بالفعل احنا نسينا الكتاب؟ هل احنا بالفعل وين المشكلة؟ أنا حابب إنه كل هذا الموضوع بهذا الموضوع، موضوع إنه التسيب من القراءة، الهروب من القراءة. ليش؟ هل ممكن استعادة وهج وبريق الكتاب؟ هل العمل أو النت أو أي شو الموضوع اللي بيأثر عليه؟ ليش صار في هذا العزوف عن القراءة؟ مش حابب أحكي أنا أول واحد. بحب يتكلم بفضل. ممكن نبي أن أقوال بعض الفلاسفة أكثر بالنساء. سؤال أرسطو القديم، إذا أردت أن تحكم على كتاب الرجال، فماذا تفعل؟ قال: أسأله كم كتابا تقرأ وماذا؟ قيل للمأمون بينما في الصابرة: ما أفضل الأشياء لديك؟ أو ما أدب الأشياء لديك؟ قال: التنزل في عقول الآخرين. أين الرجال؟ قال: ما رأيت شخصا يحمل كتابا وصاحبه يسير معه إلا وظننت أن الأول أعقل من الثاني. في دراسات أثبت أن كل 30 مليون عربي، كل مليون عربي يقرؤون فقط 30 كتاب. هذه الكتب على اختلاف موضوعاتها، ممكن تكون فن الطبخ، ممكن تكون فن التجميل، ممكن تكون في التنجيم، يعني ليس شرط بين هذين الثقافات. من هذه الدراسة بنلاحظ أن واحد من القراءة في البطل عربي مصري جدا جدا. كان في هناك مجموعة دراسات منهم من عز السبب الى نموذج الاقتصادي الواقع الحالي نحن فيه في ظل الاقتلال، منهم من عز السبب الى الامية. الامية مثل الامية المتفشية في موريتانيا، المتفشية في جيبوتي، المتفشية في اليمن خصوصا عند النساء. الوضع الاقتصادي من العبارات اللي قراتها واعجبتني جدا جدا جدا. هناك من يقول ان لقمة واحدة أفضل من حرف، وهناك من يقول أن صحن طعام أفضل من جبنة، وهناك من يقول أن كيسا من المواد الغذائية أفضل من مقال في جريدة أو قصة أو رواية. نلاحظ هنا أن التفكير أصبح مصاب بماذا؟ أصبح مصاب بلقمة العيش، أصبح مصاب بالواقع الاقتصادي، أصبح مصاب فقط ماذا سآكل وماذا سأطعم من قنفير من ممكن. بالواقع نحن نسينا قضية مهمة جدا جدا، وهي جسم الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن جانبين، جانب أول ثاني وهو الجسد الذي يغذى بالطعام، وجانب آخر باقي وهو الروح أو هي الروح. إذا غذيت هذا الجسد بالطعام وبكل الملذات وبكل المشروبات، أنسى الجانب العقلي الذي يحتاج إلى تغذية، والتغذية تكون بماذا؟ بالقراءة، بالمعرفة، بالنظر إلى العالم، أو بمحاولة للحاق بمنكر أو منكر التقدم والحضارة الذي دائما أقول نلحق خلفه نلحق خلفه. هاي واقعنا، واقعنا العربي، وضع اقتصادي، ممكن وضع سياسي، ممكن وضع اجتماعي، ممكن ظلم، نسينا الكتاب، نسينا الكلمة، وفقط اهتممنا بماذا؟ اهتممنا بالجانب فقط الذي يغذي الجسد الثاني. ممكن هنا أستذكر بيت خط في الوطن: ما أرى أديم الأرض إلا من هذه الجسد. يعني هذا الجسد الذي أغذيه وأهتم به هو فعليا سيذهب إلى القرى، هو أتى من القرى وفي النهاية سيذهب إلى القرى. ما الذي يبقى؟ الذي تبقى الفكرة. ما الذي يبقى؟ الذي يبقى الكتاب. ما الذي يبقى؟ الذي يبقى العقل. ما الذي يبقى؟ الذي يبقى التنوير الذي ينير به هذا العالم. من الأشياء الطريفة التي قرأتها هي العقاد. قال العقاد: الحياة التي أعيشها أجدها قصيرة جدا جدا، أتمنى أن
استطاع ذلك بالقراءة وبالكتب. قال أنني من خلال القراءة أتنقل عبر الأزمنة. يعني حالياً أقرأ في العصر الحديث، إذن أنا أعلم ماذا يجب في العصر الحديث. أقرأ في العصر العباسي، أنتقل زمنياً وأنا بنفس العصر، أنتقل إلى العصر التالي، أنتقل إلى عصر ملوكي الطوائف. منهم أيضاً من اعتبر هذا الجسد الذي يبيت أو يحتاج إلى سياحة، يحتاج إلى تنزه، يحتاج إلى تنقل من مكان إلى آخر، أيضاً هذا العقل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تنزه. والتنزه هو بين الكتب، بين الكتب المختلفة، ليس بالنطاق، ليس بالمجلات، ليس بالفيديوهات، ليس بكل ما يعني الفن، لست بالفن. ولكن قراءة بنظري، قراءة عن قراءة تختلف، تختلف اختلاف، اختلاف كبير. من الأشياء الطريفة أيضاً التي قرأتها وهي رائعة جداً، أتمنى أن ترجمكم ليه، الكاتب عبد الكريم بكار. عبد الكريم بكار قال: الطاحونة تدور وتدور، الرحى تدور وتدور، الرحى هي الطاحونة. مهما طال دورها ومهما كانت محكمة الصناعة لا تنتج شيئاً إلا إذا وضع فيها الحكم، والعقل البشري هو فعلياً يعمل، لكن إلا إذا وضع فيها الحكم. يجب هنا أن نختار نوعية الحكم. يقول في كتابه: إذا تم اختيار حكم تشتمل على السوس سوف ينتج ذيك، ينتج عندي دقيق يحتوي على ماذا؟ يحتوي على السوس. العقل البشري يعمل في حالة الطبيعة، لكن إذا ضدي بأفكار مشهورة، إذا ضدي بأفكار مغلوطة سوف ينتج تشوه لهذا الواقع الذي ينتج. فشلت المدرسة في تحبيب الكتاب إلى الطالب،
هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر من مجرد يعني الاستخلاصات اللي حكيناها. وشكراً.